تحية سما أطلس. وطالما بقيت الأسعار في مستويات ال 33 قرش ل 34 قرش فما زالت النظرة إيجابية، وخصوصا إن إحنا سما أطلس ده ليه قصة بقى لطيفة. سما أطلس ده دايما الموجة الخامسة فيه بتيجي منقطع. سما أطلس لو أنا بحسب الموضوع بشكل بسيط، أنا بدأت الموجة ودورة سريعة المستويات دي وعملت دورة سريعة مكتملة وصححتها عند المستويات دي، لأن أنا عملت آخر موجة، الموجة الخامسة كانت منقطعة وبدأ الرالي بتاعي من عند المستويات دي. عملت واحد وما زلت بستهدف اتنين وتلاتة، وما زلت بستهدف هذا السعر مناطق الخمسة 57 قرش إلى مناطق الخمسة 65 قرش. طيب ده النظرة البسيطة على السهم. كمان لو احنا ملاحظين في السهم ده، لو انا بدأت الموجة الاولى اللي انا بقول انها دي بداية الانعكاس ودي بداية الموجة الثالثة بتاعتي، لو انا لاحظت مش انا ده واحد اتنين، ده كله كان ثلاثة، تراجعت باربعة وعملت الموجة الخامسة كانت منقطعة وصححت الدورة دي واحترمت مناطق البيج سبور بتاعتي اللي هي المناطق دي اللي اعتقد كسرها هيكون سلبي بكل الاشكال. انا شايف ان انا حصل عندي بدايه انعكاس من مستوياتي وما زلت بنتظر تصحيح للدوره السعريه دي المكتمله. تمام، انا شايف ان ده دوره سعريه مكتمله، ما زلت ببحث عن تصحيحها اللي ممكن يمتد لحد مستويات يعني ممكن 39 قرش لحد مستويات 38 قرش، وبعد كده هعمل منه رالي جديد واعتقد ان السهم لسه قدامه كتير. طيب خلينا نقول بمنتهى البساطه، انا هاخد مستهدفاتي منين؟ هاخد مستهدفاتي من هنا. انا عملت دورة سعرية مكتملة اهو وصححتها، ودايما الموجة الخامسة بتيجي منقطعة عند مش عارف السهم ده ايه حكايته. فانا ما زلت ببحث عن اهداف، اول هدف 55 قرش والهدف التاني اللي هو عند مستوى 67 قرش، ودي اهداف الموجة التالتة اللي انا ببتدي فيها. طيب لو رحت بقى على فريم الويكلي عشان اشوف هل الكلام ده بيتناسب مع مناطق عرض وطلب، طيب انا عندي منطقة المفروض اول هدف بالنسبة لي هيكون عندها اللي هي المنطقة دي. دي اول منطقه المفروض ان انا اطلع ايد اختبارها اللي هي من المنطقه دي كلها اللي هي عند مناطق ال 53 قرش، ده اول هدف بالنسبه لي. طيب لو جينا بصينا، انا عندي شمعة صانع سوق هنا وعندي شمعة صانع سوق اهي، تمام، يعني انا مازال عندي زخم على هذا السهم. كمان انا فوق منطقه عرض قوي جدا اللي هي المنطقه اللي هي بتمثل لي 35 قرش، دي منطقه دعم قوي جدا. طيب يبقى انا اول هدف في السهم ده انا بستهدفه، بستهدف مستويات ايه؟ بستهدف مستويات ال 53 قرش اللي اعتقد هتكون عند مستويات ال 138 فيبو، واول هدف المفروض على السهم ده يكون مستويات ال 55 قرش. خلينا نشوف وخلينا نمشي مع السهم واحده واحده وبالتوفيق.